صلاة الإمام لا تختلف عن صلاة المأمون، لا في الهيئات ولا في الصور ولا في الكلمات ولا في شيء. إذن فارق بينهما النية، فلما فارقت النية إذن يشترط في أن أنوي أنني الإمام، ويشترط فيه أن يكون هو المأموم. لو لم يحدث ذلك صلينا، لا أنا اشترطت أن أكون الإمام ولا هو اشترط أن يكون المأموم، بطلت الصلاة لأنها لا توجد نية. قال: وتصح نية المفارقة لكل منهما. إمام يصلي بمجموعة، تذكر أن في بيته قد تحدث مصيبة بسبب أنه نسي شيئا، مثل نسي الوقود مشتعلا، أو نسي طفلا رضيعا ليس عنده أحد، فيجوز له أن يقطع الصلاة ويخرج، أو ينوي أنه ينفرد عنهم ويصلي لنفسه. المأموم مثلا، أنا صليت خلف إمام، تذكرت أن سيارتي نسيت فيها المفتاح، فهذا عذر، فنقول إن كان لي عذر جازت المفارقة ويكمل لوحده، وإن لم يكن لها عذر فتبطل بنية المفارقة. وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر، يبيح ترك الجماعة. ويقرأ مأموم فارق في قيام. أنا الآن صليت خلف إمام، الإمام تركنا بسبب عذر، نوى الانفصال، ونحن لازلنا في حالة القيام، فنحن بين أمرين: إما أن الإمام قرأ نصف الفاتحة فنحن نكملها، أو أنه لم يقرأ بعد فنحن يلزمنا القراءة. لذلك قال الشيخ: قال ويقرأ مأموم فارق في قيام أو يكمل، وبعد الفاتحة له الركوع في الحال. لو أن الإمام قرأ وانتهى أركع مباشرة، لأني قد استغنيت بقراءته. ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفل صح إن اتسع الوقت، وإلا لم يصح وبطل فرضه. الآن صلاة العصر هل يجوز أن أصلي بعدها؟ عندنا وقت نهي، الاعتبار عندنا بعد انتهائك من الصلاة. أنا الآن كبرت لصلاة العصر، ثم أن الوقت طويل فقلت أجعلها نفلا ثم أؤخر صلاة العصر، ما حكم هذه الصلاة؟ صحيحة. لو أنها صلاة لا يباح فيها، يعني مثلا أنا رجل صليت صلاة المغرب، بقي من الوقت على دخول العشاء، بقي من الوقت قدر هذه الصلاة، هل يجوز أن أنقلبها نفل؟ لا يجوز، ويبطل فرضي. لذلك قال الشيخ: ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا صح إن اتسع الوقت، وإلا لم يتسع الوقت لم يصح وبطل فرضه. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. هذا وصلى الله على محمد، وجزاكم الله خيرا.